السلام عليكم. اليوم رحت على المقهى هذا، أحبه كثير صراحة. عادة ألتقي مع صحباتي وكذا هنا في هذا المكان، بس اليوم رحت على أساس أني أدرس فيه، يعني عندي دورة تدريبية فقلت أدرس هناك وكذا. بس سبحان الله كان في إزعاج جدا عالي، فقلت يلا أستغل الفرصة وبس يعني أوريكم الصور وكذا المكان. عجبني أنه ما شاء الله تبارك الله كل ركن عاملينه كذا ديكور مختلف شوية. شايفين هذا كذا لونه برتقالي، مدري كيف شكله، هناك عاملينه زي الطوب كذا، في تنوع في الديكور. أنا أعشق الديكور صراحة، أعشق الجمال بكل معنى صراحة، كل أنواع الجمال، في سواء في الطبيعة ولا في الديكور ولا في كل مكان. الجمال دائما يعجبني وأحب أصوره. المهم فلاحظت أنه في خلف هذا المبنى في مبنى كاديلاك. ترى على فكرة سيارتي المفضلة هي كاديلاك اللي هي اسكليت. هذه ان شاء الله باذن الله اني راح اجيبها باذن الله يوم من الايام، الله اعلم متى، بس هي من سياراتي المفضلة. كل ما اشوفها اقول لهم هذه سيارتي، شايفينها. فكان المركز اللي ورانا هنا كان كاديلاك، فحلو ما شاء الله تبارك الله. وبس يعني حبيت اوريكم كيف شكله من برا ومن جوا، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. يلا السلام عليكم.